الزميل العزيز ابراهيم عمر اجرى حوار مع الكابتن مجدي عبد العاطي بعد الخساره بهدف مقابل 2 امام الاتحاد. نتابع ماذا قال بعد الخساره. بك التحيه ليك كابتن تامر ومشاهدينا مشاهدي اون سبورتس كل مكان. معنا الان كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي اسوان. في البدايه كابتن مجدي انا برحب بيك على شاشه اون سبورت، بقول لك هارد لك النهارده وهارد لك خصوصا اخر نص ساعه في المباراه. الحمد لله، مبروك لنادي الاتحاد السكندري وهارد لك. احنا اشتغلنا على قد ما قدر استطاعتنا، اللعيبه كان لها اصرار ان هي تعدي الدور ده، لكن خبره لعيبه الاتحاد السكندري اعتقد ان هي يعني حسمت اللقاء. خطأين من تمركز في كورتين ثابتين في كورنر، يعني خطأين مننا احنا، حتى الجول الاولاني خطا مننا احنا، الجول الثاني حتى احنا ممسكين مان، لكن الحمد لله، بقول الحمد لله اللعيبه برضو ادت واجتهدت على قد ما تقدر. كم فرص غير طبيعي بالنسبه لنا في الشوط الاولاني والشوط الثاني، بقول الحمد لله. يعني نفكر بقى في اللي جاي، الدوري وبدايه الدور الثاني اهم بكتير بالنسبه لنا ان شاء الله. كنت بتحاول النهارده كابتن مجدي تستغل الاستفاقه اللي حصلت في بطوله الدوري، يمكن اخر 3 مباريات بفوز وبتجمع 9 نقاط. يمكن حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، خبره لاعبي الاتحاد، خبره لاعبي اسوان ما قدرتش تستغل ضربه الجزاء اللي بتحرز هدف مع الطرد. مع الطرد يعني لو احنا بس شويه كنا مركزين في الباص اللي بيطلع مننا، مركزين في الفرص اللي بيجي لنا، اعتقد الماتش كان يبقى نتيجته غير. خاصه كمان ارتداد نادي الاتحاد السكندري في اخر نص ساعه او بعد الطرد خصوصا، وده وضع طبيعي جدا. كنا لازم نبقى مركزين جدا في الباص، خاصه ان الاطراف بتاعتنا كانوا شغالين كويس قوي. تمركز من عبد المجيد وفادي ما كانش يعني بالشكل المطلوب بالنسبه لهم، لو متواجدين في الاماكن اللي احنا بنتكلم فيها مع الكروسات اللي حصلت من طارق ومن يوسف اسامه ومن مرسي كنا ممكن نعدل النتيجه. لكن برضو استعجال اللعيبه وخبره لعيبه الاتحاد، وبرضو احنا ما كناش مركزين بشكل 100% في الفرص اللي جات لنا، حسمت اللقاء ليهم. مبروك للنادي الاتحاد وهارد لك لاسوان. اخيرا كابتن مجدي، يعني حضرتك كنت قاب قوسين او ادنى ان انت حضرتك تترك القياده الفنيه لنادي اسوان، سبت 3 مباريات والدنيا مشيت، لو عندتك تاني ايه اللي هيحصل؟ لا خلاص، في اتفاق ما بيني وبين مجلس الاداره من بعد الموقف ده ان انا ما يعني انا بكمل معاهم لنهايه الموسم تحت اي ظروف. احنا بنشتغل وبنجتهد والناس شايفه ده، على قد ما نقدر نطلع كل طاقتنا مع اللعيبه. التوفيق من عدمه ده مش بتاعنا، احنا بنعمل يعني حضرتك متابع الدور الاولاني الاداء بتاعنا الحمد لله كان معقول، وكنا بنوصل بشكل كتير وبنضيع فرص كتير وما كانش في توفيق في الماتشات كتير. الحمد لله التوفيق لما جالنا هيجي لك تاني وهيغيب عنك تاني، وده حال الكوره. يعني لازم نبقى صبورين اكتر من كده، لازم نبقى داعمين للعيبه نفسيا ومعنويا وكل حاجه طول الموسم لحد ان شاء الله بنحقق الهدف اللي احنا بنسعى من خلالنا في الدوري ان احنا نبقى متواجدين السنه الجايه ان شاء الله. كابتن مجدي بشكرك واتمنى لك التوفيق في ما هو قادم باذن الله. شكرا جدا. شكرا شكرا كابتن تامر. يمكن ده كان لقاء كابتن مجدي عبد العاطي مدير الفني نادي اسوان، وكلمه تعود اليك، تفضل. شكرا لزميلي العزيز ابراهيم عمر على اجراء هذا الحوار مع الكابتن مجدي عبد العاطي بعد الخساره بهدف مقابل 2 من بطوله كاس مصر والخروج من دور 16 امام فريق الاتحاد السكندري.